مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذا اليوم اللي راح نتطرق به. أولا الخبر العاجل اللي انتشر من يوم أمس وهي محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب. هذه المحاولة اللي أتصور راح تشعل حرب أهلية في أمريكا، لأن المتطرفين اللي متواجدين من الطرفين في أمريكا راح تشتغل الحرب بيناتهم. الأمر الآخر، شكر وتقدير وأنا ما أسويها لأمير الكويت ووزير داخليته اللي منع هذول الحشرات اللي متغطين بالتشيع ومتغطين بآل البيت ومتغطين بالحسينيات وهم خلايا نائمة في هذه الدول. الأمر الآخر، نتكلم على مهازل ما يسمى محرم. هذه المهازل اللي ما تنتهي، وكل سنة وكل سنة يسووا له أبديت. الأبديت مالتهم أسرع من الأبديت مالت الآيفون وكل صفحات التواصل الاجتماعي. أكو أشخاص للأسف يدخلون في هذا القناة طبعا لا شايفين فيديو ولا يعرفون منو أني ولا يعرفون تابعين قناتي، هو سامعين لطيف طائفي سب آل الشقة وما أعرف شنو، هو هذا اللي سامعين عن لطيف يحيى، أي شيء تاني ما سامع. يشوف الحلقة أو عنوانها أو أي شيء رأسا سب أختك أمك عرضك، أنت أمريكي أنت صهيوني أنت بعثي أنت داعشي أنت أمك هيك أختك هيك عائشة قالت. ثاني دا أحكي على موضوع بي دولمة، عائشة جابها، دا أحكي على فاصوليا، عمر بن الخطاب جابها، دا أحكي على مرقة البامية، أبو بكر جابها بالنص. فهذه تعرفون ابن حازم يعني هي أمور درنفيسية خاصة به، من ينولد يلطم على شنو ما يعرف، المهم ده يلطم لأن شاف أمه وأبوه يلطمون هو يلطم وياهم، بعدين يسحف، من يسحف كبر صار سكاك ويا واحدة من الميليشيات، ومن يأخذ هذه الميليشيات ويكبر وياها، طبعا الميليشيا شو تسوي دائما تسرق وتنهب وبوق وكذا، فالله يوفقه يخمط له كم خمطة كبيرة ويدير وجهه وين يروح؟ يجي الخارج، يجي ياخذ يم البلدان الكفرة، الكفرة اللي يسموهم دولة كلا أمريكا والبامية والهادي، فيجي لهنانا يعرف نفسه راح يرفض، فأما ينقلب جرو ويقول لهم أنا شو اسمه إذا أرجع للعراق أنا هاي الشغلات الدرنافيسية ممنوعة وما أعرف شنو، وأنا مو مسلم رأساً، يتبرى من الحسين ويتبرى من العباس ويتبرى من الإسلام ويحرق القرآن ويسب ويصعدوه ويركبوه، وهذه حتى كله على مود الإقامة. وبعدين يقوم وين يروح؟ للكنائس ويبدي يصور نفسه لابس صليب واللهم وكذا ويا مريم العذراء، وهو داخل الكنيسة وكل مريم العذراء تحفظكم والسيد المسيح تحفظكم والإسلام كذا وعلي بن أبي طالب كل كلاوات وإحنا شبعنا كذب وما أعرف شنو، فبهذه الطريقة يضحكون على الحكومات يأخذون الإقامة وراها يأخذون الجنسية طبعا لابس صليب ويشبع يشبع نفسه تاتو ويحط التاتو بوجهه وهذه وصليبه هنا، بس هنا ايش كاتب؟ يا حسين. هو صليبه هنا بس هنا كاتب يا حسين، وعلى ظهره هذا جراندايزر اللي يقولون عليه علي هم مسوي له نسخه لي ورا، فهو هذا اللي انتم تشوفوه. بعدين يجي محرم، بس هو راح ينسى بانه هو قال انا كافر وملحد وما اعتقد او مسيحي او كذا، يجي محرم ويجي عاشوراء تلقيه بالحسينية يخوط شو اسمه هريسة،
وهو يخوط على أساس هو مسيحي فيصلي صلاة المسيح قدامهم على أبو يقولون إحنا حتى المسيحيين يجون يشاركونا. شوفوا إخواننا أعزائنا المدحجين المسيحيين وخطية إخواننا يجون يشاركونا مصاب أبا عبد الشطل، فكلهم يجون على أساس مسيح. هو دا يخوط ويبكي على الحسين، لا هو مسيحي ولا هو موالي ولا هو مسلم ولا ما تعرف ايش يريد. وبعدين يخمط الخمطات مالته ويسوي له مشروع ويقعد يروح للعراق، ويومية داخل بمطعم وجاي بمطعم، وميليشيا شايلته وميليشيا جابته على ابو هذول قواتنا الأمنية قواتنا الدرنفيسية حماة الوطن، انتو السنة حمينا اعراضكم، ولو ما دولة والجحش المحشي عرضكم السنطشر، ولو ما فسوى السستاني كان هسه الشيشاني قاعد ما اعرف وين، وهالسوالف تمشي. هذا اللي احنا محرم اللي يدعون بي ودائما يحجون احنا مسلمين واخوان سمنا وشيعة وهذا البلد منبيعه وكهالسوالف التعبانة. المرة وزيرة الهجرة والمهجرين على اساس مسيحية تبكي البارحة بفيديو تبكي وتخوط هريسة يعني تخوط هريسة وصلي صلاة المسيحيين. ف يعني ما أدري 44 جاهز رفيق عبد أي. فهذول ولد محازم من 2003 لليوم قلنا لكم هذول 1400 سنة متعطشين للحكم، متعطشين للحكم، استلموها. من سلم لهم اياه؟ الامريكان والاخواننا البريطانيين اللي انا صرت بريتش من عندهم سلسليه سفله. فبريطانيا يعني انتم مصنع المراجع وحضراتكم، انا نشرت بالصفحات السفير البريطاني اللي هو تشوفوه يعني على اساس فت مهزله هو دا يسوي وضعيف كان قلم جاب خلصان حبره، يوقف وين يم الإمام علي، ويعني حتى الآيات والأقاويل حافظها، فيقول الإمام الحسين وعلي يجمعنا على حب البشرية وحب الأمور الدرنفيسية، لا وأكثر من هذا وأكثر، والله يحفظ الإمام السستاني. فإن شاء الله الأبديت مال السنة الجاية إذا باقي بالعراق راح تشوفوه يسحف ولابس دشداشة سودة ومطين ويصيح يا حسين ويخوط هريسة اللي هو السفير البريطاني ستيفن الحسيني الموسوي. هذول البريطانيين السرسرية، هذا السرسري هو بالتحديد هذا القرقوز هذا اللي لازم السفارة البريطانية في العراق، هذا واحد مرتشي وشغله كله يطي فيز لكل هذول القتلة والميليشيات المتواجدين في العراق، يعني هو هذا شغله ما عنده غير شيء. فهذا السفير البريطاني اللي بريطانيا صنعت المضاجع العظام وتشريب اللحم هنا في بريطانيا ودزتهم مثل ما سوت السفير الهندي لما لزم البقرة وغسل بالسوالف التعبانة مالته وقام يمشط وطلعوا السيخ وسووا هذه العمليات اللي سووها. جماعة أبو ناجي يعني هم أنت لو شوف سمشتين هسه بالبحر يتعاركون قول أبو ناجي بالنص، يعني هذا معروفة عنهم وقصة فرق تسد معروفة. هنا نجي على السفير الروسي، البارح نشرت فيديو على الاكس أو التيك تيك أو لا شو اسمه التويتر، السفير الروسي حسينوف درنفيسوف عليتوف ما يساميهم كله توف بيها زين، واقف وين يم المالكي، سفير روسي متى تعرفون الروس لا دين ولا ديانة قاعد يلطم على الحسين، الحسين يجمعنا. شفت السفير الفرنسي واقف أمام الحسين اللي يقولون عليه هذا ضريحة ويقول الحسين يجمعنا على المحبة والمعرف شنو،
انتوا لاحظوا من اللي قاعد يسوي الدعايات هذا؟ السفير الفرنسي والسفير البريطاني، يعني اللي سووا معاهدة سايكس بيكو ودمروا بلداننا وقسموها 100 سنة، شاركوها بين البوغ مالتهم. أما السفير الروسي عباسوف، شفتوا واقف يم المالكي الحرامي يلطم. بعدين السفير البريطاني شال جوالاته، وين راح؟ يم عمار الحكيم قاعد يجي بمكان حسيني كلش هادئ وقاعد يلطم ويبكي. زين سفير بريطاني انت مسيحي وثاني شيء علماني ما ادري الليبرالي ما اعرف شنو جابك على هالسوالف، بس هي هذه دائما الخبث والخبائث اللي تيجي من هذولا تعرفوهم حضراتكم، هم اساس التفرقة بالعالم. نرجع الى موضوعنا اللي هو كتبناه على كيف راح يصير اقليم سني. الاقليم السني اللي قاعد يطبلوا له وفرحانين فرحانين بجماعتنا وراح نعلن الاقليم وراح يصير عندنا دولة. الاقليم اولا قوانين الدول، الاقليم يعني الفدرالية، هي فدرالية مثل الولايات المتحدة الامريكية، كل مقاطعة او كل ولاية بيها قانونها وبيها يعني شغلاتها وبيها قضاتها وبيها شرطتها وقوانينها الخاصة بيها، ما يعني مو دولة مستقلة. فأعزائي المدحجين سوينا لايكات لأن التبليغات خطية، دولة ما يتحملون من واحد يحكي على الإمام المندي عليه المكسرات، ما يتحملون. فسوينا لايكات أعزائي المدحجين عافية، اي والله الله شاهد شعب شارب نفط. فهذول اللي فرحانين بما يسمى الإقليم اللي كان مخطط إلى في عام 1963 يصير بس ما صار، وبعدها حاولوا يسووه بعد مجيء حزب البعث هم ما صار. فش وقت هسه لازم يصير؟ هسه. ليش؟ لأن دي يريدون يقلصون أعداد العراق، بس ما دي يقدرون يقلصون أعداد العراق، دي يريدون جدا يحاولون بشتى الطرق، بالأمراض، ماكو كهرباء، أمراض، قتل، ذبح، هذا ما دي يفيد الشعب بخير بقوته، تكاثر انشطاري. يعني هسه احنا في موسم التكاثر، هذا الموسم اللي يجمعنا 11 شهر أمة علي والحسين تنتظره، 11 شهر ينتظرون موسم الشهر هذا التكاثر. فيجون من أنحاء العالم، من إيران الشقيقة مثلاً، بنغلاديش، باكستان، الهند، هذه الدول اللي عليها الاعتماد حول العالم والدول الراقية يعني من كل ثقافات وكل هذه، فيجون وين؟ للعراق. فالحسين يجمعهم وين؟ نجف وكربلة وكاظمية وهذه المناطق الدرنفيسية يسموها. فيبدي يعني الموسم الانشطاري. هذا الموسم الانشطاري هو شهر بالسنة، بس بعد 9 أشهر يطلع لنا 1,000,000 عراقي جديد. شلون؟ ما حد يعرف. يعني أنا من تركت العراق إيش قد كان عندنا؟ ما تصور عبرنا 23-20 مليون هيك. شلون صرنا هسه 42-44-45 مليون؟ شلون؟ كلها أمور درنفيسية انشطارية. كل 9 أشهر 1,000,000 زائر، عندنا 1,000,000 طفل ما تعرف يعني الراس مالته لمن، يا دولة تابع. يعني احنا شوف، احنا بالعراق دنجمع الدول ودنسوينا يعني تكتلات. انتوا هسه احنا في عايشين في زمن التكتلات. فمثلا هسه انا شفت 2 أخوة يقول له انت البابا مين؟ يقول له انا انديان يعني من الهند، وهذا البابا مالته سريلانكي، هذا البابا ماله ايراني بس يحمل الجواز العراقي. اهم شيء يكون عراقي، مو مشكله البابا من البابا من هذن الدول مو مشكله، بس المهم حاملين الجنسيه العراقيه. وفي فيديو ثاني شفت واحد والله خطيه، هذا المسكين ايراني من الجار العار ايران، الدوله الشقيقه اللي لولاها كان احنا داعش شو اسمه هتك اعراضنا،
بس الدولة الإسلامية الإيرانية ما شاء الله عليها دزت لنا كل شيء، حماة الوطن، حموا عرضنا. أنا بالنسبة لي ما أريد أحد يحمي عرضي. أنا من يوم طلعت هذه الكلمة مال أحمي عرضك، أنا رحت هنا أنا سوق الجمعة اشتريت لي بريمز، وكل ما عرضي يبرد أشيله أحطه على بريمز أحمي، فما ما أريد أحد يحمي عرضي، بس أنا دا أحكي. فهذولا يوميا طالعين لك واحد يقول لك أنا أحمي عرضك، أنا لو ما الفسوة ما سبت تنقاني كان أنت وين صرت، ولو ما إحنا الشيعة علي كان أنت وين رحتوا. فشفت هذا الفيديو لهذا المسكين الخطية، هذا الإيراني، يعني زين هو إيراني جاي إلى مؤسسة ما يسمى بالشهداء، مقدم معاملة مال رواتب، ولده بإيران الفطايز خمسة يقول، بس جاي أخذ من مؤسسة الشهداء رواتبهم. شهداء العراق اللي 8 سنوات حرب، شهداء العراق اللي ضحى بدمائهم وبالغالي والنفيس، وكان الدكتاتور اللي سموه صدام حسين الدكتاتور، مو سموه دكتاتور، اللي كان يحترم الشهيد ويكرمه ويعطي أهله قطعة أرض ويعطي أهله بيت ويعطي أهله راتب ويكرمه بسيارة ويكرم عائلته بأشكال ألوان، ويجون ولدهم حازم بعد 2003 واستلامهم للحكم يعتبرون الجيش العراقي اللي دافع 8 سنوات عن العراق هذا جيش صدام حسين، دولة بعثية. فلغوا رواتب الشهداء وجابوا الإيرانيين، جابوا الإيرانيين حطوهم يطوهم رواتب، رواتب مالش يسمون القتل الإيرانيين شهداء. يعني أنا من ألزم الجعفرية ساقطين وارقعهم بال44، أحد يلومني أعزائي المدحجين، أحد يلومني إذا أنا لزمت الدولة الجعفرية واستلمهم واحد واحد درنفيسيا، درنفيس النجاة تفوت بيهم، زين تدحج عليهم، لا خلقة لا أخلاق، اتباوع على الفيديوهات. أنا طبعا محرم، أنا كلش أتونس، يعني أنا والله عندي فيديو ما اريد اطلعه، انا كنت دعزي زينب، دزيته بس للمقربين، الحج خوب يعرف دزيت الهياء، شافني شلون انا مقهور، يعني حتى الغرفه حمراء ومكتوب في اي بي، يعني حتى تقولون بانه مو انا مو امام او مو حسيني. المهم ف يوميا الابديت جديد، تباوى العراق مقلوب 1400 سنة، بس مو لي قدام، لي ورا، هم يحبون الورا ما أعرف ليش، بس صفوا نيتكم، يعني لي ورا يعني ده نرجع لي ورا. زين واحدة على التيك توك تقول لي صعدني حبيبتي، أنا ما صعد أحد لأن نيتي وصخة من أنا، ما يعني كلمة صعدني عيب، نيتي يعني قذرة ترى كلش، ما صعد عيب. هذا هاي واحدة ثانية تقول لي صعدني، أنا ما أخذ اثنين بس واحد، رجال شايب على قد حالي، يعني شو معرفني بهالسوالف، عيب شنو صعدني، ما تستحون، ما عندكم أخوة جايين تتحارشون. المهم فهذولا اتباوع عليهم مرجعين آلاف السنوات الضوئية اللي ورا، احصونا وبعران ولابسين أحمر ولابسين أخضر ولابسين ما أعرف شنو، زين اتباوع عليهم. لا وش قد حلو هسه، بعد ما حد يطلع مواكب، اكو ناس قبل كانوا على اساس يعني مصدقين هالكلاوات وحسين وعباس، فاعزائي المدحجين سوي لك لايكات، سوي طيع واسكت، يعني سيد مقتدى من يقول لك طيع واسكت سوي لايك، طيع واسكت، سيد مقتدى مو قال انت ما طولك تحب الله لا تصلي، ما يهم الصلاه، فطيع واسكت سوي لك وطيع واسكت، يعني اعزائي المدحجين احنا مننا مأجر لكم قاط ومأجر لكم رباط، جار خطه من المحوله على مود نشغل الاضويه، يعني شلون وياكم انا، يعني الا صح يا عراقيين، يعني الا صح يا عراقيين، تعال خل ابو سواس استعي، يعني انت عبرتي بحار وياي سرسريه، ماكل لكم جري وطالع يوم احد، دنا نتوسل دنا نشحت من عندكم رفيق عبد. كل هذول البعثية زيان صفر وعرض وانية،
طيع واسكت حبيبي. يعني مثل ذاك هسه ذاك من يطلع كان من كان خطيه والله خطيه راح راحوا ما بعن اي يطلع. ليش هسه احنا بالفيسبوك هلقيت وليش ما ادري ما وين بالتيك تيك هلقيت وما اعرف وين هلقيت وين طالع انت انت ادري تبث بث درنافيسي حول العالم انت قاعد تضحك اعرف الله شاهد. بس هو يعني الله شاهد طلع في فيديو وبكل صلابه قال اني عزلت وخلاص عائلتي ومع عائلتي وكذا وهذه بس ما طول يوم واحد اني هذا يعني اني هسه عرفت مقتدى شي يريد هذا ما اعرف شي يريد. طلع ثاني يوم يعني ورا ما قال خلاص اني رحت وراح انزل الى صفوف الشعب راسا تخيلت الخطاب مال جمال عبد الناصر من قال راح انزل في خطوط الشعب. زين اني نفس اللحظه نزلت للشعب ما لقيته لقيته صاعد بسياره ميني مسوي له فيديو يقول اني يعني راح اخذ استراحه مقاتل. زين مو البارحه تقول انا بعد اهلي وهذه هسه الحجه راح تطلع. يعني بس اعزائي المدحجين رفيق عبد ثبت لنا هذا المحضر حتى منه غادي من يطلع يقول غير شيء نثبت له بانه هذا المحضر تم تسجيله بهذا اليوم ونعرف هذا ايش راح يقول لان حفظناه فراح يطلع شيء يقول. اني ما استسلم اني ما اعرف شنو بس راح اقول لكم شغله الله شاهد وحق رب العالمين. يعني هذا مو شقه مو خطيه عزل وراح وهذه بنفس اليوم يوم تاريخي 7/7 اسس 22 قناه اقسم بالله واحده من عندهم كاتب التحدي عليها صح له لا الله عليك صح له انت قاعد تضحك وتبلغ وتسوي يعني انت شويه استر على نفسك. يعني انا من شفتك طالع انت بفيديو ولحيتك ولغاليغك شلون ماكو تذكرون من واحد كان يلزم بالمكافحه قبل وقفوه فد 4 أيام شابع كتل هيك طالع لحيته ما مزينها ووصخ وهذه فطالع واني انا تحدي وكذا واني ما انتهي وما اترك الشعب العراقي وما اعرف هالسوالف التعبانه ايه ف يقول ان شاء الله بس ما يخالف ما راح استسلم بس اعتبروها استراحه مقاتل. انا ما اعرف انت دائما ليش تاخذ الحكي من القياده وتحاول تقلد القياده ايه يعني مو انت حتى هذا ابو درنفيس كان يطلع معاك هم صار عنده اتصال معانا بس مو يعني اي فكل شيء قال لنا وشو انت انتفاقكم وانت وابو شمعدان ابو شمعدان كان يصح لك الشيخ ابو محمد وبالاخير ورا سنه انت كامله يلا عرفت من هو ولزقت بربه وليفته وقفصت عليه. المهم الكويت فعلا يعني شوفوا هذا الدولة صغيرة وعدد نسماتها صغيرة فعلا فعلا احترمت أميرها ووزير داخليتها قال القانون وعلم الدولة الوحيد اللي يرفع بيها. يعني هذه أحلى خطوة قام بيها وزير داخلية الكويت وألف شكر له وأنا ما أشكر أحد بس ألف شكر له. يا ريت الدول العربية بالتحديد الخليجية تعرف بأنه هذول الخلايا النائمة اللي في بلدانهم أقسم بالله التقية شغالة أقسم بالله التقية شغالة هذول عمرهم ما يوفون للوطن اللي كبرهم ورباهم وعلمهم وصرف عليهم وأعطاهم من كل خيراته. أمهم إيران مستحيل ينسوها أمهم إيران. عندي تحذير إلى الكويت تحذير أقسم بالله وحتى لو هسه تجيبوا لي قرآن أحلف بي راح أقول لك هذه المعلومة صحيحة. على موقفكم هذا الشجاع والبطل أريد تأخذون الحيطة والحذر وبما أنكم أول دولة عربية وخليجية قمتم بهذا العمل اللي اعتبره بطولي بإلغاء
هذه اللي يسموها شعائر ما أعرف شنو، أو قالوا لهم الطيئة وسكتوا وانشبوا سدوا بوابكم ولا تلوصون وسماعات وهارجين الدنيا. أكو عملية من صارت هذه منع وزارة الداخلية ما يسمى بالشغلات الدرنفيسية الحسينية مالتهم، صار اتصال بين ما يسمى بشيعة الكويت والأغنياء من عندهم وأعضاء كانوا في مجلس الأمة اللي لغاه الأمير، بأعضاء خلايا نائمة عندهم في البصرة، وأكو أسلحة وأعتدة تم تجميعها من الجحش المحشي وفصائل اللي المعارضة أو اسم الحكومة اللا عراقية تقول إحنا منا شغلة، دولة مو من الجحش المحشي، هذولا يعني ميليشيات على قولة السيد مقردة، الميليشيات وقحة ناوين يدخلون للكويت ويخربون، أقسم بالله سيارات تفجير، أسلحة راح تدخل، مفخخات، كل على مود هذه. وثاني أكو شغلة ثانية، أهل الفلوس واللي يسيطرون على الإعلام بالتحديد في الكويت بدأوا اتصالاتهم بالبريطانيين، وانت تعرفون العلاقة الدرنافيسية بين بريطانيا ودولة اللطامة، وحتى وصلت إلى محطة بي بي سي تلتقي بثالث ممول ومالك لثالث أكبر حسينية وحسينية العاشور في الكويت، وبدأ الإعلام الغربي والبريطاني بالتحديد للترويج لهؤلاء الزبالات. وأنتوا لو تشوفون هسه بريطانيا، هذه بريطانيا المظلومة الموالية، والدعم مالتها لهذول الحشرات وتوفير كل ما يشوه سمعة الإسلام. بس أنا مو متدين ولا أقول لكم شيخ جامع ولا إمام معرف وين ولا إمام درنفيس ولا كذا، بس أقول لكم هو هذا بريطانيا تريد تراوي العالم بأنه هذول المسلمين تطبير زناجيل، شرطة تأكل تم نقيمة، شرطة بريطانيا تأكل تم نقيمة، أعزائي المدحجين كل واحد يلزم هدومه وشقها، لأن يعني هذا هو هذا الواقع. تجي لهنا قاعد يشتكون، انت يعني يا امير الكويت ويا وزير داخليتها وجيش الكويت، اذا عندكم جيش حطوه على الحدود، راقبوا حدودكم، لان اكو امور دخلت للكويت وانتو نايمين. وانا قلت لكم قبل هذول ما عندهم ولا لكم، ما عندكم ولا. ولما يطلع صاحب حسينية عاشور ويهين بلدكم ككويتيين، لأن بدأ كلامه أنا دحجت، والرفيق عبد كان يكتب كل الملاحظات اللي احنا نريد نطلعها في هذا البث المباشر لهذه الليلة، قال بالتحديد شلون اعطاكم إهانة يا دولة الكويت. قال احنا يعني ما يريد يقول لملوم، يقول احنا بلد مهاجرين، الغالبية جوي من العراق وإيران ومن المملكة السعودية ومن البحرين، وكل واحد جاب دينه ومذهبه معاه، وبقينا احنا الشيعة متماسكين بيناتنا، والتمويل يجينا منا ومنا. فانتوا بس انتوا لاحظوا، اولا دي يطعم بسيادة الكويت، ودي يعتبر الكويتيين هم عبارة عن عراقيين وعجم وسعوديين وبحرينيين. أنا مالي شغل، أنا طباب خير، سمو الأمير أنت لازم تأخذ أمور طباب الخير بكل جدية، وتأمر الرفيق وزير داخليتك بأنه يشتغل ويضربهم بإيد حديد، وإذا تريد إيد حديد أنا عندي إيد حديد ورجل هاون، إذا تريد أنا بالخدمة على دولة أنا بالخدمة. فهذا دي يطعن بسيادتكم، ويطعن يعني سيادة البلد، ويطعن في وجود دولة اسمها الكويت. هسه راح يقول لك ها دا تقبض من الكويت هسه،
قسما بالله لو سمعت همسا احد يقول لي انت عميل الكويتي، عميل يعني مثلا شد جسس حبيبي رفيق امير الكويت، انا راح اقول لك شغله وقلت لك اياها في بس سابق، اطرد فائق دعبول. راح تقول لي ليش؟ لتعال رفيق امير الكويت، تعال تفضل وزير الداخليه، تعال اقعد هنا انا رفيق عبد ضيفهم لحد ما بعدين نتناقش معاهم. ايه حبيبي امير الكويت رفيق العزيز، وزير داخليه الكويت رفيق العزيز، فائق دعبول قبل كم يوم كان في الامارات، انا مالي شغله، راح اقول لك طباب خير عني، والرفيق كوهين اللي هو اسرائيلي انا عندي اتصال بيه، انا ما هسه راح تقول عليه اسرائيلي اصفولكم على شيء، هسه انا اسرائيلي كويتي بريطاني سعودي، انا عندي علاقات بكل شيء، واكد لي هذه المعلومه بانه الرفيق فائق دعبول ميرندي ايراني عجمي نقص، الله شاهد على مود العراق وعلى مود الكويت. عزيزي امير الكويت، التقى بثلاثه ورابعهم يعني ايه من اخواننا الصهاينه الاسرائيليين، وبالتحديد رفيقنا امير الكويت وزير داخليته، وبالتحديد من الموساد الاسرائيلي. هذا يلتقي بيهم بين فتره وفتره، وكل ما يجي لبريطانيا، كل ما بحجه سفر، وكل ما عنده مرض، وكل ما عنده ما اعرف شنو، اكو معلومات امور خاصه. شوف هو التجسس ما يصير والله انا اجي اتجسس عليك واشوف انت بالحمام شو تسوي، حاط لك حاته، حاط لك تليف لك ظهر، لا هذا مو تجسس حبيبي، دول متعلمين شلون ومتدربين تدريب كامل، الله شاهد على مود العراق. هذا يقعد يقول تعال شوفنا مثلا المشتريات، شوفنا الكويتي شو يحكي، شوفنا الكويتي المصاريف مالته، شوفنا الشوارع الازدحامات، حتى الازدحامات، شوفنا الاقتصاد مالت البلد شلون، فهي كله يكتبه في تقرير. وفائق دعبول يجي اما الى بريطانيا او الامارات او ما اعرف وين، يقول لهم كل هذه، يقبض المقسوم مثل ما هو قاعد يقبض من عندكم. سمو الامير رفيقي امير الكويت دحج علي ودحج وزير الداخلية اللي مطيه أنت جنسية، تصير قيادي مثلنا، تقول له تعال رفيق فائق عبد جيب لي كرسي خلي نحترمه، تقعد ويمك تقول له اسمع فائق، أولا أنت لا عراقي ولا كويتي ولا بريطاني، أنت إيراني عجمي نقص، هذه أول كلمتين كقيادة تقول له هي، وتقول له أنت وهاي الكلاوات اللي سويتها وشيني هاي، والله خلصت الأسرة وخلصت ما أعرف شنو، يا أسرة ولا خلصتهم أنت، أنت واحد حرامي رفحاوي، حركت المستشفيات، حركت البنوك، سرقت وانهبت، رحت للرفحة ما فادك، رحت تجسست على جماعتك برفحة ما فادت، رحت لإيران مسمي نفسك أبو خباب، لو أنا كذب، لو قول كذب، يلا اطلع فائق قول كذب. رفيق عبد هذا الكلام أنا احنا موثقي في إحدى المحاضر، فأنت فائق دعبول إيراني، أي واحد يدفع لك فلوس تشتغل وياه، ما عندك لا ولا لا للعراق ولا الكويت ولا الإيران ولا 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 كل شيء. وثانيا أنت مشتغل التقية مشغلها على مدار الساعة، هم قايلين لك سب إيران، يعني هم الإيرانيين قايلين لك سبنا وطيح حظنا وما أعرف شنو، هم هذا شغلهم، مثل ما قايلين للمقتدى سب إيران على بود الدول العربية، والرفيق محمد بن ستيان بن سلمان يقول لك تعال عافية أنت عروبي، ويطيك صناديق بخور، مطيك صناديق بخور مليانة دولارات، اسمه مشكلة بالعافية عليك، والله عافية عليك مقتدى، بطاحتهم ازواج عافية عليك رفيق عبد، نعطي الشجاعة للمقتدى لأنه نصب على الخليج باعتبار عروبي، وسيارة برازيلي، لا متسبيشي مثل ما لأبول النبش، تودي له السيارة متسبيشي مال نواب ضباط تعطيها المقتدى،
حتى يطلع بيها دائما هاي ماكو من كتله وابوه ما ابوه والسوالف. فاخذ ابو الحبيبي امير الكويت لازم تطرده انت، اذا ما تطرده هذا والله هو رئيس القفاصين والشبكه الدرنافيسيه الموجوده عندكم بالكويت، الله شاهد كله على مود العراق. هذا الطرده تطرد كل هذول الزبالات اللي موجوده عندك، اسحب جناسيهم دزهم الايران، دزهم الايران والله العظيم دول قنابل موقوته في بلدانكم ان كان بالكويت بالبحرين بالسعوديه بالامارات باي مكان. لا سلطنه عمان احنا ما لنا شغله بيها، هذول ناس ديمقراطيين واحد طاب الثاني، علاقات عندهم باسرائيل وبايران يعني ناس، هذا اللي يفتهم هذا الحاكم اللي يفتهم ما يحط نفسه بمكان. فانتوا دول الخليج اذا ما شلتوا هذه مال الاخوه ودول ابناء بلد وما اعرف شنو، احنا كان عندنا ولد محازم صدام حسين يسميهم ابناء البلد، وشفتوا سووا، كانوا كلهم ثلاثة ارباع حزب البعث كانوا جماعه علي وياك علي، راح حزب البعث صار راسا موسوي حسيني، صار الايران دوله جاره، وصار ايران علي خامنئي صار ولي السفيه، وهذه شالوا التقيه والتقيه انشالت ولزموا الدوله والسلاح وكل شيء لزموه بيدهم، ما حد له شغله. وشفتوا ما خلوا سني، ما خلوا مسيحي، ما خلوا يزيدي، ما خلوا اي شيء، ما قطوا، وقتلوا الشيء العراقي العروبي الاصلي وهجروا، لان فتح حلقه ما الشيء العراقي الاصلي ما يقبل بسخافات وزبالات ايران، ما يقدر ما يتحمل، لان العراقي الشيعي ابو غيره، بس المهجن مثل هسه الاحتفالات اللي تصير عندنا البهلوانيات شهر محرم شهر التكاثر والانشطار، فتعرفون هذول يعني شيء طاب على شيء هندي على هذه، فما عنده ولاء للعراق، بس العراقي الشيعي الاصلي لا ابن البلد هذا منه وبينه ما يقبل غيرته، ما تشيله على نفسه بانه الايراني حكمه، فيشطوه قتلوه. بس المهجن وشهر التكاثر يعني معروف صار 20 سنة 21 سنة، احسب 21 شهر من التكاثر، كل شهر يطلع لنا ورا 9 أشهر مليون، يعني عندنا 21 مليون عراقي ضاربي بالخلاط. فأنتوا درنافيسيين لازم تعرفون شنو مضروب بالخلاط، ورأسا رتبة وزير، الله شاهد الله شاهد على مود العراق. عملية اغتيال ترامب، هذه العملية شوفوا قبل أشهر من قلت لكم أمريكا وبالتحديد ترامب أما راح يغتالوه أو يسجنوه، سجن مدى قاعد ترهم، فالاغتيال صار. ليش أعزائي المدحجين؟ لأن ترامب تعهد إذا صار رئيس أمريكا راح يفلش الدولة العميقة، شلون عندنا احنا نور المالكي الملتزم الدولة العميقة بالعراق، راح يفلش الدولة العميقة، راح يعلن عن كل أسرار مقتل كندي، يعني شوفوا من ياسن راح يطلع، راح يطلع أخياس تجارة السلاح وكيف أسلحة غير قانونية راحت لدول يعتبروها معادية لأمريكا بس يزودوها بالسلاح، مثل جمهوري إسلامي إيران. راح يفلش كثير من الأمور، فهيك شخص خطر على أمريكا، خطر على أمريكا، لأن هذا راح يفلشهم، راح يفلش كل هذه الدولة العميقة، وانت تعرفين الأمريكا هذه الدولة العميقة متحملة ومحركة كل هذول المافيات حول العالم، هذه الدولة العميقة مو انت تشوف بايدن اللي مطفي والله هذا رئيس أمريكا، بابا هذا لا يحل ولا يربط. الشخص الوحيد اللي حكم أمريكا وماكو أحد ورا مثل ما يقولون behind the curtain يعني ورا الستار يحركه، هو الرئيس الوحيد اللي ما قبل أحد يحركه،
ولهذا يريدون يشيلوه. وهذه البارحة على قولة السيد سيد مقتدى من قال هذه قرصة إذن، لا هذه ما كانت قرصة إذن، رادوا يختالوه. وهل راح يحاولون يختالوه مرة ثانية؟ إيه نعم راح يحاولون، بس الله يبشرها بالخير ويبارك بعمرها ودام ظلها. أبانك بنت طلعت في مؤتمر صحفي لابسة دجداشة سودة وقالت نشكر صاحب العصير والرمان الإمام مندي عليه المكسرات، لولا حمايته ورعايته لأبي لاستشهد اليوم. وأعطت بيان جدا مهم، قالت بأنه أبي ترامب كان يزور الحسين كل اثنين وخميس. هذا مو إنجاز تطلع بت ترامب يعني تقول الحسين يجمعنا، وكان ترامب سرا يزور الحسين كل خميس واثنين. يلا قول لا. فالحمد لله تقول احنا بهذه المناسبة امرنا كل الموجودين بشاونطن دي يخوطون هسه تما وقيمة وهريسة دي يوزعون ثواب لنجاة ابوها. يلا هذا مو انجاز، اللي يقول انجاز يكتب رقم واحد، واللي يقول مو انجاز يكتب رقم اثنين. والله يطيح حظك يا امريكا اللي فتحت المجاري بالعراق وطلعتي لنا ذولا. فترامب يشكل خطر عليهم. ليش يشكل خطر عليهم؟ هذا ما عنده يعني مثلي ياكل جري ويطلع يحشي، ما عنده لحيه مسرحه. فاللهم بعظمه جلالتك عجل فرج الامام ترامب عليه السلام حتى صدق يليف إيران ويليف كل المضاجع ويليف كل هذول اللي مسمين نفسهم مقاولة ومماتعة، وينهن هذه القاذورات اللي مسمين نفسهم احنا الحسينيين واحنا الدرنفيسيين. اما الاقليم السني، يعني من انت تحطون اقليم سني يعني انفصال تريدون غير من العراق؟ يعني انتوا شفتوا جربتوا الاكراد من مسعود طرزاني قال نسوي استفتاء ونسوي ما اعرف شنو، لصموهم لو لا؟ يعني الامريكان والاسرائيليين والبريطانيين قالوا له مسعود رفيق مسعود بالكردي، قالوا له برا مسعود قندر باب طيع واسكت، واللي يفتهم كردي راح يعرف انا ايش قلت بالكردي. قال لا طيع واسكت، تحديت الحدود انشب واسكت. اي والله. فقال لا انشب. فهسه احنا عندنا دول يريدون اقليم سني. زين منو راح يصير القاده مالته؟ ممكن يعني احد من دول جماعه السمنه والمجاعه واللي يريدون يسوون اقليم وهذه. من القاده مالته؟ مثلا الحلبوسي راح يصير مثل ما شو اسمه البارحه السفير، أنا ما شايف سفير يعني قلم جاف حبر ما بيها رفعاته، مرة تلقيه بحسينية، مرة تلقيه واقف يوم علي بن أبي طالب، مرة بالحسين، مرة رايح يوم هذا الحلبوسي ويقول التقينا بالسيد الحلبوسي ونشكر على كرم الضيافة. كرم الضيافة عندهم الله شاهد، كرم الضيافة عند الحلابسة هيك. فيعني يفتر لا حد يقول لي شيعي وسنة، أنا ترى فلسين ما أشتريهم، يعني فلسين ما أشتريهم، لأن أثبتوا ما عندهم ولاء للوطن ولاءهم للدولار وياهو اللي يعطيهم سلطة. فيعني أنتوا دا تحطون نفسكم بأمر اسمه حرب أهلية، بداها مقتدى السطل ابن السطل بما يسمى عيد الفطير المشلتت، وأنتوا دا تطلعون احنا سمنا ومجاعة وسفير البريطاني يلتقي بهيبة الحلبوسي الحلبسبس زين بلبوسي يقبض منا ويقبض منا، وتريدون اقليم. زين هذا الاقليم قلت لكم من سنة 63 دي يفكرون اعزائي المدحجين الغرب هيك يسوون بالعراق ودي يسووه. فاقليم السني شي يسووه؟ هذا حدوده وين؟ على السعودية وهالمكانات، والإقليم الشيعي على إيران، والإقليم الكردي على تركيا وما أعرف وين. فيقسمون هذه الأقاليم كل واحدة تنطوي مع هذه الدول
فأنهوا العراق. وهذه الخطة من زمان. هذول اللي طالبون إقليم يريد كردي وإقليم يريد شيعي، والشيعي يقول لولا البصرة الأنبار ما تعيش وكردستان ما تعيش و... لا بابا، هذا مو بيت أبوك. النفط العراقي أو ثروات العراق هذا من حق العراق. أي عراقي بأي دين بأي مذهب بأي درنا فيه اسم أبهاتكم إلى حق به. مو والله النفط طلع بالبصرة لازم ابن الشمال ما ياخذه ولا ابن الأنبار. إمال الخلفك يدري طالع من البلبول مال مجاري مال أمك مثلا اللي بالمطبخ قاعدين، لا ما نفط البصرة. زين العراقي موجوع، إيه انتو سرسرية انتو سفل، اختاريتوا قادة جعفريين سرقوكم وسرقوا الوطن. يعني انتو هذا انتو اختاريتوا والله الحكم الجعفري، هذا حكم الجعفري، شو تريده؟ انت شفت لك حكم جعفري بأي مكان بيه خير؟ من إيران وشيل إيدك. وسه انتو قاعد تنتجون يومية، اي انتاج كل 11 شهر، عندنا شهر شهر التكاثر والانشطاري، وانتو شوفوا وانتو لا حد يسوي لك رفيق أبد. كل دول المدحجين تفحص أصابعهم، إذا ما مسوي لك تصيح ابني تحط رأسه بالمنقنة وتفحصه على الرضوانية. يعني لو ذاك أبو العراقيين كانت تسأل ليش هيجي تموتون على الكذب؟ واحد يطلع إليفكم يحكي لكم الصدق ضوجون من عنده ما تتحملون. لأن ليش أنت طائفي، انت شو اسمه، انت صدامي، انت بعتي، انت تحن على صدام، تحن على ما اعرف منه، تحن على هذه. انا ما احن والله، انا احن عندي يعني ما اريد احكي، لان احنا ببث مباشر، لان اذا حكيتها يعني امور درنا في شيء غير شكل تصير. يعني الا غني لكم وشمشه يلا هذه، ما انا دا اسجل يعني. انا روتانا بكبرها حطوا العقد قدامي $1,000,000 دي يشترون حقوق أغنيتي، رفضته. قلت لهم أنا تبت وقلت لكم القصة شون تبت. أنا طالع سكران ويا يعني الدنبكتي ماتي، وساعة 4-5 الصباح كنت أغني، كنت يعني الله شاهد كنت أغني بأشهر المطاعم بالأردن، ودا أسوق وكان يعبرون 3-4 لابسين دشاديش، أنا عبالي متطهرين، قصدي يعني دي عبرون الشارع لابسين دشاديش بيض. فقلت له صاحبي هذول وين دي يروحون؟ قال دول دي يروحون يصلون. فصفنت أخذ الصفنة، يعني صفنت صفنة يعني جدا قوية بيني وبين نفسي. قلت شوف أنا طالع من ملهى وكنت أغني وشمشة وأسماء يمي، لا مو ما يخاف حبيبتي ما يخاف، الشريفة شريفة لو تاكل ألف دار نفيس ما بيه عيب، مو مشكلة، العمل شرف حتى لو غير مكان. المهم فقلت لهم، قلت لي يعني هسه ذولا وين رايحين؟ قال دي يصلون. فأنا صفنت كأنه جبرائيل نزل علي، قعد لي ورا، فقال لي رفيق أبو عمر أنت بعثي وهذه السوالف المكسرة أنت ليش تسويها؟ هذا اولا ضد الحزب والثوره، وثانيا يعني هذه تخالف رب العالمين، فروح توضى وطب ويا ذول لابسين دشاديش بيض كانهم مطهرين، وهم روح شو اسمه الله حكيت لكم القصه انتم بس للمدحجين الجده اللي ما يعرفون القصه شلون صارت. فانا والله دخلت للجامع فنفسيا درنا في سين ارتاحت، دخلت باوعت طبيت ماي وغسلت وهذا، صح أنا صاعدة عندي كانت بس يعني صحيت. فالمؤذن هذا الوقت كان ما جاي بعده، الدنبكتي الوياية راح على الشيخ مال الجامع، قال له شيخنا هذا صوته حلو، هذا كان يغني بالملهى. الشيخ رأسا قمز، كان واحد قديم من معاميلنا بس الله تاب عليه وصار شيخ جامع، هم كان يعرف الملهى والكيت وهذه. فهو سمع بي أنا شنت مطرب يعني صوتي حلو، فرأسا حط إيده بالدشداشة قام يكيت علي، قال هاي $200 محروقة لأبو عمر. قلت له شيخنا هذا جامع الله شاهد، ما يصير هذا قبل سوالفنا، مو أنا جاي أتوب.
فقال لي أبو عمر أنت تصير المؤذن ما تتجامع. قلت لي شرفني زين، واني لزمت الميكروفون. وين الميكروفون الذهبي؟ اليوم ما جايب رفيق عبد الميكروفون، كان قعدنا غنينا لهم بس أذنا لهم. استغفر الله والشكر. المهم أنا سحبت المايك وأنا دا صيح الله، وأشوف لك عين المصلين كلها، اللي يشمر $10 واللي صيح أعد أعد زين، لك عيني لميت فلوس أكثر من شغلي بالملهى. قلت الله شاهد ما أعرف هاي الشغلة بعد، يعني بيها فلوس أكثر، يعني أسماء أنت يعني أسماء قدرنا في سين اشتغل، ما يخالف بابا، يعني شغل موهب صح، انت درنفيسيان كمالية وهالسوالف. المهم الشريفة الشريفة لو درنفيسيان تاكله 1000 مرة، يعني مدى نحكي. لا تقاطعني، انقلبت عليكم ابو شمعدان. اي المهم لا تقاطعني يا اخي ابو شمعدان، والله ما ناسيك. شفت الفيديو مالك صاعد ويا واحد من دول المتأسلمين ابو لحية وهذه، ودت تقول له اني اسمي نواف الطرزان، ها، ودت تدافع على علي، ولك هو هم شيعة ما معترفين به، بس كلاوات بكلاوات رايح. حتى ابو شمعدان ما ناسيك، بس خلي خلص القصة اللي مالتنا احنا دندحج. فعاد من ذاك الوقت وبعدين قدمت على الامم المتحدة وسمعوا قصتي، قلت لهم انا مطرب وكذا ومشهور، وانهزمت من هذا عدي، لان انا كنت المطرب المفضل مالت العائله، صدام حسين بيده اختارني. وحكيت لكم القصه من انا كنت فد يوم دا اغني يعني ورايح فد اغنيه حماسيه وهذه يعني درنا في سيا مع الحب وهذه، وصدام يجي قاعد قدامي، صدام يجي قاعد قدامي ويباوع علي ويجي بشوار بدا يسوي، ما ادري كان مخيل على قصدي يعني يريد يحكي وياي كلمه او كذا، بس يباوع هيجي. فاني رأسا قلت له سيدي هذا تاريخي، سيدي هذا تاريخي، قمت أغني بالروح بالدم نفديك يا صدام. فالأمور انقلبت من ذاك الوقت. قال رفيق عبد تشوف إن أبو عمر هنا هذا يصير مطرب العائلة، وبوقتها رغد وهذه. وأنا حتى أكو مرة عندي كان عندي حفلة حلا زين، رادت كاسيت من عندي اللي هم جتي لازم اوقع عليها على الكاسيت، بس انا سويت نفسي ايش بيك انت والله يعني. فهذه الامور تاريخيه يا اخي، هذا تاريخي، اللي ما يعرف تاريخي هذا موجود يعني، هو فد مكان اكو يعني نا موجوده قاعده يمي عبرت بحار. فالمهم انا بقيت اغني والله وفقني، وصلت للخارج وصلت اخذ عندي جنسيه، بس ما تركت يعني. ايش قد هنا عرضوا علي يعني اكو مطاعم وملاهي $10,000 دبوه جوا رجلي، قالوا لي بس ساعه غني. قلت لهم ابد انا اشتغل بيدي انا، يعني هذه العبره بحار وياي. اي والله. وبعدين هسه احنا قمنا نجيب ابو نداف، ابو شمعدان، ابو درنفيس. هذا واحد ابو درنفيس يقول كان يجيب عرق من اسبانيا صدام حسين، يعني عرق اسباني يشرب يعني والله. المهم اعزائي المدحجين طلعتونا في سوالف احنا كنا في غنى عنها زين، ذكرتونا بايام شبابنا من كنت مطرب. يعني انا صوتي جدا قباني، انا كمطرب كنت مشهور. تعرفون انا سويت كاظم الساهر؟ اسالوا كاظم الساهر قولوا له من سواك؟ أقول لك أبو عمر حاتم، ولا هو بعثي بس سألوه من هو، كان يشتغل بالفرقة ماتي صح لا؟ اسألوه من سواه، أنا سويته. كل هذول المطربين اللي أنتوا دا تشوفوهم أنا سويتهم صح؟ تفضل. حتى أسماء دا تأكد، بس واحد شي يسوي. أنا ما أريد يعني أحكي عن نفسي كثير، من مدح نفسه ودمها الله شاهد، بس هذا تاريخي. اللي الجدة على القناة ومدى يعرفون تاريخي رفيق عبد، كل واحد ملزمة وتطيد تقول له هذا تاريخي. وأكو أمور ناس مدى يعرفون هذه الأمور احنا نحشي بيها، اطيهم كل هذه المصطلحات
والكودات اللي نحشي بيها يعني حتى يعرفوها يعني الأمور الدرنفيسية وهاي. يا أبويا وشمشة. فأعزائي المدحجين، أنا بالنسبة إلي اللي يحب العراق وحر ويحب بلده وحر أحطه على رأسي وحبه وموت عليه، بس اللي ديل للإيرانيين والأتراك زين أعزاء إحنا جماعة السيادة مو يقولون بالعراق أعزائي من بدأ يدحج هنا ليش دي يريدون يتصلون؟ اللي يريد يتصل خليه يتصل ماكو مشكلة. تركيا طابة طول عرض ماخذ دهوك وبدأ توصل كركوك، جماعة السيادة ملتهم بالحسين مو زين وسيادة الوطن يعني تريدون تشقونه مثل ما شقيتوا ذاك. قلت له تعال رفيق حسين الله يساعدك تعال للكوفة تعال صلح دين جدك لأن بي واشرين مقطوعات فأنت خوش في ترشي. أنا أشوف يلا حبيبي تفضل حبيبي اللي يريد يفشر أهلا وسهلا. السلام عليكم. يا أبا عليكم السلام. شلونك دكتور؟ إن شاء الله زين. والله بخير أنا الحمد لله ندعي لكم بالحوزة. دكتور أنا دائما أعلق لك متابعة كل عمرك 15 سنة أموت عليك والله حبيبي أنا يعني والله يوم توني سمعت منك هاي استفادتي حبيبي ألف هلا. دكتور معيني اتفضل اتفضل دا سمعك أنا دا لم المصروف يا أخي من أنا مأجر قاط ودا لم المصروف يا أخي دا كهرباء يعني والله العظيم مو مجاملة بس أنا أعتبرك يعني أبوي الثاني أنت يعني أنت تحررت حقي أعتبرك. الله يسلمك يا ربي تكون بخير وسلامة. بس يا أخي هم أنا عندي سؤال شدوا أروح لك. إيه حبيبي غير أطلب المحولة فلوسة يعني أنت تحكي عندك أسئلة وهذا أنا جار لكم خاط ودا أسوي بيض يعني الله شاهد كله على مود العراق. أجل بس أنا يعني أنا أقف الموضوع أريد أحكي وياك بس مستحي من زمان تاني تفتح بس. أنا من واحد يقول لي أنا مستحي ترى أنا نيتي هي زبالة وتجي تقول لي أنا مستحي ما يعني يا أخي. شوف أو يعني أنا عندي السؤال ليش كل الأحزاب بالعراق وخصوصا الشيعية يكرهون إحنا أهل محافظة الذيقار؟ شوف محافظة الذيقار أولا أنا أسميها مصنع الأبطال بدون مجاملة أو أنا ما عندي نفاق بس ولو أقاطع سالفتك بخير ايه؟ يعني هسه أنت دعانا سحنا بالناصرية ايه؟ الناصرية مقلوبة عبارة عن سكن عسكري اي لان خايفين من عندكم. لو كل الاحزاب على مدار تاريخ العراق المعاصر كلها طلعت من الناصريه حتى حزب البعث صحيح حزب البعث حتى حزب كلها من الناصريه كل المفكرين وكل الكتاب والشعراء والمغنيين وكل الناس اللي انا اقدر اسميهم عباقره العراق طلعوا منك صحيح زين هيك محافظه تخوف تخوف ليش لأن ما طول بيها عقل يفكر وبيها أحرار خطرة على المسار والسياسة اللي دي يديروها دولة بالدولة طبعا تصير سكن عسكرية. دكتور أريدك يعني عدى الشقة وعدى أنا أعتبرك مثل أبوي الله شاهد الله يحفظك. أنا قبل فترة رد تقدم على تعيين أنت تعرف بالعراق قطاع خاص ماكو أي وهذا بس حكومة بس تعيينات وتتعرف التعيينات لو جيش لو شرطة وإحنا ما عدنا وين نروح صح. المهم رد تقدم على التعيين والله العظيم وصلت المعسكر التاجي زين. يعني يا ريت مواصل بس قال لي أنت من يا محافظة قلت له من الناصرية كان يقول لي من الناصرية وتريد تتعين قلت له إيه ليش أنا شو مسوي قال لي ماكو إحنا إجانا أمر ممنوع واحد من الناصرية قلت له يا بتر إحنا مو كفرة إحنا هم شيعة وعندنا حسينيات وها قال والله أنتم أقذر من السنة أنتم أقذر من اليهود أهل الناصرية أنتم أهل الناصرية 24 ساعة السبون بالسادة وبالمراجع بالضبط هو هذا اللي يردو والله العظيم دكتور أنا مو بس هاي ولو طولت عليك داحل. يعني أنت تخيل هسه أكو سجن إذا سامع بي اسمه سجن الحوت إيه هذا المصير
مال على اساس مال دواعش. ثق بالله المسجونون مو اهل الناصريه اكثر من اعرف السنه. اعرف اعرف هواي يعني يدزوا لي رسائل من الناصريه، انا قاريها ترى، بس ما احكي هواي، اكو شغلات ما تنحكي. يعني ذيك المره مجرد انه الناس تعرف دكتور، انت كل العالم اكو اديان واكو طوائف طبعا. واكو هاي، وممارسه الشعائر تكون بطريقه محترمه قانونيه. طبعا يعني مثلا هسه انت من مثلا مع احترامي لك، من تحكي تقول لي هسه انا كعراقي عربي مسلم شيعي، تقول لي انت تقبل بهذا الشيء؟ اقول لك لا، اللي يريد يمارس شعائره اكو اماكن مخصصه حسينيه جامعه يروح بيها. هذا الحكي ما يصرف لهم، تعرف ليش؟ لان انت انت شيعي عربي. زين، الشيعي العربي مكروه عند دول الايرانيين، لان هم ما يردون شيعي عربي بالعراق بعد. ولو انا قاطعتك بهوايه، لا بس انت اعتبرني مثل ابنك، تراني عمري 20 سنه. طولت العمر ان شاء الله. والله العظيم انا مواليد 2004. وين بعدك استوك؟ بعدك استوك؟ اي يعني عمري 20 سنه. احنا هسه بالناصريه، انت هسه شوف المقاطع مال الناصريه، تلقى العالم اللي تلطم اللي تحيي الشعائر قاعدين بس بالحسينيات. صح. مو طلعون برا، مو طلعون بالشارع، حتى اذا واحد يريد يسوي موكب يوزع مثلا فد اكل للناس، هاي ما بيها شيء، مو عيب. لا لا بالعكس، هذا يعني اذا توكل لك واحد هذا يعني ثواب لوجه الله، ما نقول للحسين لوجه الله. تعرف شو يسوون؟ والله العظيم انا شايفهم كبار، يعني انت تخيل البارحه احنا قاعدين داخل الحسينيه، كل انسان حر بدينه حر بمذهبه، انا هسه اريد اصير ملحد ما حد له علاقه بي. صح. البارحه احنا قاعدين موكب بنوزع للعالم الفقراء هذول المجاديه هاي، والله العظيم جوي ناس ما يعرفهم، يعني تبوا علي مو عراقيين، جو سووا شايلين طامات وتواسي لك، هم طبعا انت سامع بساحه الحبوبي. ايه اكو تمثال للحبوب هناك، جو على التمثال وبق بالمعوله بالتواسي، يا ليش؟ قالوا والله انتم اهل الناصريه، انتم ناس شعار، انتم شلون حاطين تمثال؟ ما تحطون تمثال مال واحد من الساده الاجلاء. دكتور حاطين قورهم وقورنا، قورهم وقورنا، يعني ابن الناصريه ممنوع يتعين، ابن الناصريه وصلت بهم مرحله، انت تخيل انا قبل فتره اردت اطلع جواز. رحت اريد اطلع جواز، هسه اريد اطلع جواز، اريد اولي اروح اتونس شيء ارجع لهالمجموعه هاي العراق. لك عيني انا بس كتلم من الناصريه، لك شلون واحد كافر بوجهه؟ يعني هذا ما يتحملون، لان انت شيعي عربي ما يفيد، ما تفيد وياه. اي فت مره من المرات قالوا الا الناصري الا ثلاث ارباعكم، والله العظيم انا عندي ابويا شهيد. الله يرحمه. ابويا فد واروح لك، ابويا شو بتستشهد؟ استشهد بايام داعش، كان ضابط. الله يرحمه. الله يسلمك، كان امر كتيبه مال دبابات، عقيد ركب كان رتبته. الله يرحمه. ثق بالله، فد واروح لك، الله يرحم لك الوالد اللي مات مظلوم. بارك الله. رحت المؤسسة الشهداء. زين. فد هناك قلت له انا والدي ضابط برتبة عقيد ركن، طبعا كل المعلومات حاطين لك القومية والديانة وهاي، فلان العقيد الركن فلان بن فلان عراقي عربي مسلم شيعي مدري شنو وهاي، مجرد قدمت الغياب والله العظيم هو طقها بوجهي، قال لي احنا عندنا تعليمات حتى لو واحد مستشهد بالحشد الشعبي من الناصرية ممنوع طلعوا له راتب. هاي مصيبة. من 2000 هاي مصيبة. من 2000 ومن 2017 احنا الحمد لله والشكر ما محتاجين فلوس، ابويا عاصمنا املاك خير من الله، بس من 2017 لحد هسه 2024 ابويا ما يطلع له راتب، لان من الناصري حتى لو قاتل ضد داعش، حتى لو جو قاتل حتى يعني النجاسه بعد شلون تصير؟ النجاسه شلون تصير بعد؟ آه
يعني أقول لك نجاستهم شلون يصير بعد؟ والله العظيم دكتور هسه الناصرية هيك شلون الواحد شوية متحمل وأسه راح ينفجر. أنت تخيل ذيك مرة أنا أسمع ناس هم يعني تخيل هم سنة 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 من أنباب تعرف شو يقولون؟ إيه يقولون أمنيتنا الناصرية تصير مثل غزة. تفضل. والله العظيم انا سامحها من يعني تتخيل انا سامحها من هواي ناس هواي هواي. وانا يعني ذيك مره يعني انا اللي عجبني هسه دكتور هسه انت تقول اكو البعد انا اعرف من تحكي انت ما تقصد الشيعه كلهم. لا طبعا لا لا يابا لا اللي عمم على الناس كلهم هذا غبي وجاهل. انت تعرف كويس يعني انه الشيعه يحب وطنه اكثر من احترامه اكثر من غيره. لا صحيحه هذه احنا ليش ما ننكرها هذه صحيحه. وانت تعرف يعني انت تخيل احنا بس الناصريه عندنا يعني انت تعرف ليش حاقدين علينا؟ احنا الناصريه بالحرب العراق الايرانيه ضد العراق مو الحرب انا ضد ما واحد يسميه الحرب الايرانيه العراقيه لا هي المفروض الحرب الايرانيه ضد العراق. احنا عندنا ما يقارب 750 الف ما بين اسير وجريح وشهيد ما ومعوق. صحيح معروف 750 الف انت والله العظيم ذيك مره واحد انا اعرفه هو ولاء الايران فقلت له انه الشيعه اكل بعض من عندهم ولاهم الايران فدول ضحك تعرف ايش قال لي دكتور هذا الله روح ابويا قال لي السنه اللي ولاهم الايران صاروا اكثر من الشيعه باربع مرات. طبعا طبعا قال لي راح اقول لك شغله قلت لك ولو دكتور انا طولت عليك بس انا اعتبرك بمكان الله يحفظك مو اكو ناس قاعد تتصل والله بس خل احكي قال لي الحشد الشعبي بي تقريبا 100 لواء 100 لواء يعني كل لواء بي تقريبا 3000 4000 واحد تعرف شو يقول لي؟ يقول لي 100 لواء 40 لواء كلهم سنه. لا عمي هذول جماعتنا ترى نجاسة بيهم أكثر من جماعة إيران. أنا أحكيها يعني دكتور أنا عندي سؤال يعني أنت السنة تشوف هذول ذوك تريش تبع وياهم اللي واقع يعني بيها فلوس اللي واقع. زين دكتور أنا خايف من شغلة ولو أنا قوي أنا خايف من الناصرية أنا أصير مثل غزة. والله دولة ولد إيران كل شيء يتوقع منهم يعني غير واحد يحكي الصراحة يعني بس ما وصلت بهم مرحلة شلون يسوون يفتحون تطوع مع الشرطة ومع الجيش بالأنبار وبالموصل وبصلاح الدين يجمعون هناك من أهل السنة يجمعوهم وين يجيبوهم يجيبوهم بالناصرية على مو شنو يأذون يقول لك أنت مو سني طلع حيفك بذولي بالناصرية. الله يطيع حظهم. أنا أعتذر منك لأن ألف هلا ألف هلا ألف هلا يرحم والديك يرحم والديك يرحم والدك. بس دكتور ترى أنا أقول لك ترى مو كل شيء يا أبا وعلي وحق جدي الحسين أعرف بعد سلام الله عليك سلام الله عليك حطي لك على الدرنة. أي والله وحق جدي الإمام المندي عليه المكسرات ما أعرف بس دكتور سؤال ايه؟ أجمع جماعتنا اليوم جايين من الأنبار ايه؟ يريدون يشربون منكر وأعوذ بالله يصير اشرب وياهم لو حرام حلال زلال. هذا دعشي لك أنا الإمام الـ17 روح. بس دكتور أنت ترى أنا كل شيء هو يعرف ناس من الناصرية تابعت حيل ألف هلا بيهم نص المتابعين مالتك من الناصرية إذا ما تصير زحمة أنت إحنا كلنا الحسان ذيك مرة قاعد بقهوة بالحبوبي أيه؟ تعرف الحبوبي يسموها أم الشعراء يعرفها بالحبوب قاعد بقهوة يمكن قاعد يفد 50 واحد أنت فاتح بث هم فاتحين بث مالتك بالتلفزيون خرب لا وانت تخيل براس الشارع دوريات مال ميليشيات وجيش تسمع يا ابو العراقيين يقول الشعب العراقي كله يتابعني ايه
والله العظيم الا اديس لك المقطع. فالحين بس ما تكمل انت تعيب على منو، تعيب على مختلف، انت مو تعيب على مختلف، مو صحيح. الله يحفظك. المنتور المقتدى هناك. مشكور دكتور. ألف هلا ألف هلا ألف هلا ألف هلا حبيبي، مع السلامة مع السلامة. الشعب العراقي كله يتابعه، كله يتابعه، هو ماكو واحد بالعراق ما يتابعه. فأعزائي المدحجين، يعني أنا أولا ما أعرف هذاك شلون 4 ساعات 5 ساعات يجرها جرة واحدة، يعني ما تروح يسوي بيبي يسوي فتشي ماكو. وأنا صار لي ساعة وشوية هسه راسي راح يطق، أريد لي شو اسمه، أريد لي أي الله شاهد. فأعزائي المدحجين أهل الخليج بالتحديد، ديروا بالكم من الكلام المعسول جماعة التقية، اتعلموا شنو سووا بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، والأسلحة قاعد توصل إلى الكويت. فأهالي الكويت أخذوا حذركم، وزير داخليتكم قطوهم بدون رحمة، بدون رحمة، لا ترحموهم، والله لا يرحم من يرحمهم. أنا آسف صار خلل يعني بالبث زين اليوم، بس تشرفنا بيكم، نورتونا دائما. وأعزائي المدحجين، يعني أنتوا ليش ما تسوون لك، يعني هذا أصبعكم، شو هذا أصبعكم بس مال شو اسمه، دخلوه استفادوا من عنده، سوي لايك طيع واسكت عزيزي حبيبي المدحج. يعني لو مقتدى يقول لك يعني روح سوي شيء، مو تركض تسوي؟ يعني أنا شلون وياكم أعزائي المدحجين، سوي لايك طيع واسكت، أرد أنقلب عليكم يا عراقيين. أي تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وتشرفنا بيكم، وإن شاء الله نشوفكم في بث ثاني، مع السلامة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.